النادي الاتحاد والنادي الاهلي قبل بدايه الموسم كل سنه بيعملوا ماتش حبي في اسكندريه وماتش حبي في القاهره، واستمرت العلاقه بعد كده هوت ما بين اللعيبه. بقى لما كنا نلعبه كان زمايل طبعا، كل لعيبه النادي الاهلي اعتقد ان هم كانوا اصحابه كانوا زمايل. انا هحكي لك موضوع وحدش يعرفه، في نهايه في كاس 73 بعد مباراه الكاس احنا عملنا مباراة الاولانيه تعادلنا وعدنا المباراه بعديها باسبوعين. لما بعد المباراه ديت باسبوع كان مصطفى يونس واكرامي كانوا مستضيفنا هنا مع الكابتن الجارم، كنا واخدين لهم شقه هنا في المصيف. حتى الكابتن اكرام من ايام ما كان الله يديها الصحه الحاجه وكان لسه في مرحله الخطوبه كان بيجي يقضي معانا اوقات ويطلعوا البحر على طول. فعلاقتنا بلعيبه النادي الاهلي كلهم، انا كنت في 78 في البطوله الافريقيه في الجزائر، كنت نايم مع الكابتن محمود الخطيب وكنت بايت عنده في البيت قبل ما نسافر للجزائر. فعلاقتنا بلعيبه النادي الاهلي وادارات النادي الاهلي على مر الزمان كانت ممتازه جدا. هو الناديين يمتلكوا تاريخ وطني يسبق التاريخ الرياضي. الاهلي الشعبيه اللي خدها والجماهير ده لانه اتبنى على تاريخ وطني. نفس الكلام بالنسبه لنادي الاتحاد، كابتن صالح سليم. انا اسعدني عمري وحياتي الله سبحانه وتعالى وقابلته في النادي الاهلي مرتين. شخصية محترمة جدا جدا، إنجازات غير عادية للنادي الأهلي، وكان بيربي قيادات عشان تتولى النادي بعد منه. في يوم من الأيام وكانت النتائج عندنا مهزوزة هنا وأنا قاعد هنا جنب الباب، فلقيت مفاجأة داخل الكابتن صالح سليم داخل النادي هنا اهوت. ففين أستاذ عبد الله علي حسن؟ قلت له في المكتب حضرتك. وراح داخل قال له يا أستاذ عبد الله في ايه؟ ايه نتائج نادي الاتحاد بتتهز ليه؟ انت مش عارف ان لما نادي الاتحاد بيتهز في اسكندريه، النادي الاهلي يتهز في مصر. ايه طلباتكم؟ احنا نقف جنب منكم، احنا ناديين شقيقين. ايه الجمال ده؟ ايه الاحترام ده؟ النادي الاهلي علاقاته بينا كان كل مناسبه عيد شرطه يجوا يلعبوا نادي الاتحاد في اسكندريه. واحنا رايحين نلعبوهم في كاس مصر قالوا لنا تعالوا عشان نروحوا السيده زينب وندعم. واحنا واقفين حوالين السيده كده بنتدور بعد ما دعينا لقينا لاعيبه الاهلي، فقلنا لهم احنا اللي جايين الاول، قالوا خلاص خدوه وخدناه. فالنادي الاهلي ده نادي عظيم وربنا يكرمه، ونفسي انا اشوف نادي الاتحاد بيتطلع انه يبقى زي النادي الاهلي، ونشوفوا الناس الانديه اللي عماله صراعات في مجالس الادارات، ما الناس شغاله اهي، ما نشوف الناس دي بتعمل ايه واعمل زيها عشان الامور والانديه تقف على حيلها، وربنا يسهل ونشوفوا نادي الاتحاد في القمم ان شاء الله. علاقه النادي الاهلي ونادي الاتحاد ده علاقه قبل الجيل بتاعنا كمان، من الجيل بتاع ديبه وسعد راشد وكل السباغ والناس تدريخ. احنا كان الافتتاح الموسم بنلعب ماتشين، واحد في اسكندريه وواحد في القاهره على طول. افتتاح الدوري العام قبل ما نلعب الدوري العام بنلعب ماتش مع الاهلي في مصر وماتش هنا في اسكندريه. علاقه كانت جامده بيننا وبين الاهلي، يعني تاريخ. يعني احنا العلاقه ابديه بيننا وبين النادي الاهلي، كل حب وموده وتفاهم وانسجام. واحنا نفتكر كويس جدا احنا ايام ما كنا بنعمل اعداد للموسم الجديد كنا دايما وباستمرار كل ماتشاتنا كانت بتبقى مع النادي الاهلي، اذا كان في القاهره في ملعب مختار التتش او في استاد اسكندريه او في ملعبنا هنا في الشطبي. كنا ماتشات الخيريه دايما كتيره بتجمعنا بالنادي الاهلي، بتجمعنا بلاعيبه النادي الاهلي صداقات كبيره جدا من ايام المنتخبات. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا ايام ما كانت بنجمع المنتخبات كنا بنقعد بنبات في اتحاد الكوره، وكان اكلنا وشربنا في النادي الاهلي جوه النادي الاهلي، وكنا نروح نتمرن في النادي الاهلي او في الجزيره جنب النادي الاهلي. ففي علاقات طيبه بتجمعنا وتربطنا بنجوم النادي الاهلي وباداره النادي الاهلي وبجماهير النادي الاهلي. اتكلم عن المؤسسه ولا اتكلم عن الرموز ولا اتكلم عن الوطنيه اللي كانوا فيها، وطنيه اللي فيه ناس كتير قوي ما تعرفهاش، لكن العلاقات اللي بيننا وبين بعض احنا كنا اكتر من صحاب. يعني النادي الاهلي معظم لعيبه النادي الاهلي الكبار كانوا في الصيف او في فتره الاجازه بتاعتنا لازم يكونوا موجودين معانا في كل وقت وفي كل لحظه في كل، يعني ما بيسيبناش في اي مناسبه. وبعدين في ايه يعني اتكلم على صلاح سليم ولا اتكلم على مختار التتش ولا اتكلم على عبده صلاح الوحش
والبونبونايه وقطعه الجاتو بتاعت النادي الاهلي وبتاعت مصر كلها الكابتن محمود الخطيب، حاجات كتير قوي. يكفي انك انت تعرف ان محمود الخطيب يوم جنازه بوبو من اول واحد موجود وماشي اخر واحد. دي علاقاتنا الحمد لله الحمد لله. ويا الناس اللي بتروح هناك، يا يعني الضيافه والمؤسسه، مؤسسه في احترام وفي حب وفي كان بيقول احنا كيان النادي الاهلي، احنا مصر.